مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب، حديث عراقي. في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن ملف الكهرباء، واليوم نستكمل الحديث عن هذا الملف، طبعا عن فقرات منه. لا يمكن تغطية هذا الملف بعشرات الحلقات، لكن عن بعض يعني عن بعض جوانب هذا الملف، هذا الملف الذي يشكل كارثة على أهل العراق. وكانت الطاقة الدولية بسبب الانهيار الشامل للطاقة الكهربائية تحدثت أيضا، قالت إن العراق لا يعاني فقط من انهيار شبكة تزويد الكهرباء في هذه الفترة، ودرجات الحرارة ربما تتجاوز 62 درجة مئوية في الشمس، وفي الظل 52 درجة مثل ما قلنا، لكنه يعاني أساسا مثل ما قالت وكالة الطاقة الدولية من أن شبكته، شبكة نقل الطاقة الكهربائية، هي غير فعالة ومهترئة. وهذه حقيقة، كل البنى التحتية في العراق قد انتهت منذ 18 سنة لحد الآن، لا أحد، لا صيانة، لا بناء جديد، لا استثمارات فيها، فبالتالي انهارت كل البنى التحتية. وهذه البنى التحتية ليس في الكهرباء فقط، في كل يعني قطاعات الحياة المرتبطة بحياة العراقيين. ووفقا للمعايير الدولية، عندما تقرأ وفقا للمعايير الدولية تجد أنه إذا صرفت مليار دولار سيقدم لك أو تستطيع توليد 1000 ميجا واط. الآن هم يتحدثون عن صرف أكثر من 90 مليار دولار، حجم الإنتاج لا يزيد عن 20,000 ميجا واط. لاحظ الكارثة الكبيرة. فبالتالي يعني صرفت كل هذه المبالغ، واللي هي مثل ما تحدثنا بالحلقة الماضية أكثر من 170 مليار دولار، ربما أكثر من هذا المبلغ، يعني تحت عنوان ملف توليد الكهرباء، لكن الحقيقة هي صرفت في الفساد. طبعا الحقيقة أنه هم يتحدثون عن أنه نبحث يعني نصل إلى الاكتفاء الذاتي، ومن يحدد طبيعة الاكتفاء الذاتي؟ هم في نفس الوقت يتحدثون أنهم يعملون على تنشيط الصناعة، إعادة الصناعة، إعادة الزراعة، إعادة السياحة. إذا كان الأمر كذلك، فالاكتفاء الذاتي الذي يتحدثون عنه كذبة كبيرة، ويتحدثون عن الصناعة والزراعة والسياحة تنشيطها وإعادتها للحياة كذبة أخرى كبيرة. لأنه إذا أعيدت هذه القطاعات إلى الحياة، نحتاج إلى ضعف ونصف، يعني ضعف وربما ضعفين لهذه الطاقة المتولدة التي تؤدي، التي يقولون عنها تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي. فبالتالي من أين سيأتون بهذه الطاقة، وهم لا يستطيعون توفير الطاقة المنزلية طوال 24 ساعة، طوال 12 ساعة، 6 ساعات، ساعتين، الآن ساعة واحدة صفر تزويد. فبالتالي المصيبة كبيرة. المياه الآن متوقفة في كثير من المدن، يقول لك المشاريع المياه لا تشتغل بها لأن الكهرباء غير متوفرة. هناك يعني اكتفى الكاظمي مثل ما قلنا بقبول استقالة وزير الكهرباء، مثل ما اكتفى بقبول باستقالة وزير الصحة عندما احترقت مستشفى الخطيب وراح فيها ضحايا أكثر من 80 من المرضى كورونا اللي كانوا قد جاءوا للعلاج في هذه المستشفى، إذا به المستشفى تقتلهم. والآن الكهرباء، يقول الكاظم اكتفى بقبول استقالة وزير الكهرباء. الكثير يتحدثون أن وزير الكهرباء هذا يعود إلى الطيار الصدري. طبعا لجنة الأمن والدفاع النيابية تقول أنه هناك سقوط لأبراج كثيرة، يقولون هكذا، يقولون أن جهات حكومية متنفذة تقف وراء عملية استهداف أبراج الطاقة الكهربائية بين المدن. لماذا؟ يقولون لتحقيق مكاسب مالية في استبدال هذه الأبراج. وهذا منطق، جزء من الفساد، طبيعي أن تفعل هذه الميليشيات وهذه القوى المتحكمة في العراق اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأمنيا وكل شيء. ويقولون أنه هذه القوى بيدها ملف وقود المولدات الأهلية، 150 ألف مولدة أهلية عندما تعمل هذه 24 ساعة، عندما لا تكون الكهرباء الوطنية متوفرة فتعمل هذه، تحتاج إلى وقود أكثر، يبيعون الوقود أكثر لهذه، فأيضا استفادة.
هيئة النزائر المسؤولة عن هذه لديها مثل ما يقولون 54 ملف للفساد متعلق بفساد يعني عقود الكهرباء، لكنها لا تحرك ساكنا وأنت تتستر عليها، فبالتالي القضية يعني كبيرة جدا والناس في أزمة كبيرة، الناس يعني تشتكي لله. هذا الحر لا 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 يمكن احتماله، لا يمكن لبشر ان يطيق هذا الجو الخانق في العراق. احنا فقدنا كل التشجير، كل الاراضي الزراعيه، كل ما يمكن ان يرطب الجو ويجعل من ويلطف الجو، والان نحن اشبه بصحراء، ودرجه والكهرباء مفقوده، ودرجات الحراره في ارتفاع عالي، والعراق يسجل اعلى درجات حراره في العالم، والناس بلا كهرباء، والأزمة مستمرة، والتهم تتبادل بين المجاميع هذه، ناس تقول لك الأمريكان، وناس تقول لك ما أعرف منو ما أعرف منو، وبالتالي أنت في مصيبة كبيرة، ويتحدثون عن الديمقراطية التي جاءوا بها وعن الحرية والاستقلالية والعراق والسيادة وهيبة الدولة. أي هيبة للدولة إذا كانت الدولة لا تستطيع أن توفر للناس أبسط الخدمات اللي هي الكهرباء والتعليم والصحة والطرق الجيدة؟ شوفوا الموتى اللي على الطرق، شوفوا الموتى في المستشفيات، شوفوا الكورونا شلون تحصد الناس، لكن كل الإحصائيات ضايعة وكل الحقائق مغيبة، وبالتالي الناس في أزمة كبيرة، والكهرباء كارثة كبيرة. 80% من الناس في العراق لا يصلهم الماء الصالح للشرب، والآن مقطوع من عندهم بسبب عدم وجود كهرباء حتى تشغل مكائن المياه في مشاريع المياه. المجاري منتهية، الشوارع منتهية، الميليشيات هي الموجودة، العصابات هي الموجودة، والكل يتحدث عن هيبة واستقلال العراق. أي هيبة تتحدثون عنها؟ مع الأسف الشديد هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة. الكارثة كبيرة أعزائي المشاهدين. أهل العراق يعني ربما يعني هم الذين يستطيعون إنهاء هذا الملف، لكن ليس بالمطالبة. هذه المطالبة لا تجدي، طالبوا 18 سنة وتظاهروا وقتلوا واعتقلوا، وماذا حصل؟ نحتاج إلى من يزيح كل هذه لكي تأتي بنظام وطني، بمنظومة وطنية تستطيع أن تخدم العراقيين، ولا هؤلاء كذبة كبيرة لا يمكن القبول بها. أشكركم، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.